انا بحب كوبايه الشاي دي قوي. سماستك انا يا بيبي. اهلا وسهلا فيكي اسماء جلال. ابلع بس. ليش عم تضحكي؟ ابلع ابلع. ما البلد ده بيلزق بس بالسنة. بيلزق؟ حاطين فيه صمغ. كانش لازم ادوق يعني. طب ما انت تفصى نعمل لك ايه؟ بيلزق والله. بتضحكي عليا يا بنت؟ هو الملبن بيزغزغ. مش دايما بعمل حاجات كومبليكيتد بصراحه، بعمل حاجات ايطاليان حلوه قوي. ايطاليان ليه؟ الاخت من روما. ومين علمك تطبخي؟ انا. طب والحاجه كانت بتعمل ايه؟ واي اكل هيك ما بتقدري تقاوميه؟ لا مش جاكيت، ده كشري. بقف في الموقف وانزل اضرب علبتين كشري على طول. طب اعطينا شي ريسيبي هيك عن شي اكل بتعرفي تعمليه. بصي اقولك سري. اقولك سري؟ انا متجوزه عرفي على فكره. الباودر اللي انا بحطه، بحط بصل باودر مع توم باودر مع سميق. بك بعرفه انا هيك. بكون شوي حامض مش هيك؟ ايوه. انا بحب المزازه قوي. انا بحب المزازه، واحنا ملوك اللزازه. ليه اسماء ما ارتبطت لحد هلا؟ انا احب اكون امراه بلا قيود. على حسب على حسب الفلوس والشخص. الحقيقه انا ما وقعتش في مقرش لحد دلوقتي. طيب اخر واحد اتقدم لك ليش قلتي له لا؟ ليه رفضتي؟ ما حدش اتقدم. ما حدش عبرني. قصدك اتقدم بمعنى ايه؟ يعني اتقدم ليك للزواج، للارتباط، اللي هو قال لي عايز اتجوزك. امال هيقولك عايز ايه؟ عايز الجاكيت. ليه اخر مره لا ما ظبطتش؟ ما كنتش حاساه خالص. ايه ما كنتيش حاساه ليه؟ هو كان دبوس؟ ممكن تتجوز هيك عن عقل او يكون لوف ستوري. مليون في الميه. بس في مش صالونات. لا مش هتتجوز صالونات، هتتجوز انتريهات. بتفضلي تتجوزي الراجل يلي عنده خبره بالاكل؟ لا افضل راجل عنده رصيد في البنك. طيب خبرينا عن دورك بمسلسل هرشة السبعه. الحياه بعمل دور بودره ثلج.